30 بيطلب بتعديل قانون الإيجار الجديد، خاصة المادة المتعلقة بالمدة، ليصبح من 3 ل 5 سنين لتحقيق استقرار المواطنين. حضرتك شايف إن المدة دي كفاية لتحقيق الاستقرار؟ لا طبعا مش كفاية طبعا، لأن الشاب من دول يا دوب هو بيجهز نفسه، مثلا بيقعد سنة ولا سنتين تلاتة عبارة ما يثبت نفسه، ما بيلحقش يعني. حتى يعني المجتمع أصلا ما بيلحقش يتعرف على بعض، ده ما يعرفش ده وده ما يعرفش ده ما يعرفش دوت. أقل مدة المفروض 10 سنين على الاقل، حتى في استقرار حتى في المواطنه يعني، بين الجار والجار، الجار والجار، ده بيعرف ده، ده بيعمل خاطر ده. ده طبعا مش موجود من ساعه ما اتعمل القانون الجديد. هو حضرتك يعني من 3 ل 5 سنين مثلا هيكون مثلا عريس مثلا متجوز، فان هو هيتجوز الخمس سنين دي اخرها، هيكون مثلا الولد عنده بتاع 4 سنين، فهو كده هيبقى بيدور على المدرسه للولد وهيدفع مصاريف مدرسه، وغير كده بيدور على شقة، يعني هو قاعد كده بابنه في الشارع يعتبر. هي بصراحة هيبقى فيها تحقيق الاستقرار للمواطنين، بس هيبقى هتيجي على حساب المؤجر، لأن في ساعات مؤجرين الراجل اللي بيستأجر ما بيبقاش خايف على الشقة، يعني أنا دلوقتي الشقة أما تكون بتاعتي أنا خاف عليها، إنما مثلا ما أكون مأجرها 3 سنين 4 سنين سنتين ما بخافش عليها. سنين يعني برضه أما تكون سنتين ولو هو كويس ماشي اجدد له تاني، انما 3 سنين 3 سنين برضو مدة طويلة، انما سنتين اهي برضو استقرار مواطنين. بس لما اكون قاعد سنتين الشقة بتاعتي ماشي سنة، والسنة التانية 10% زيادة واظب على الدفع وكل حاجة ماشي، اجدد له تاني مفيش مشاكل. طبعا لا مش كفايه يعني، انت المفروض تخليها حتى على الاقل 10 سنين او 15 سنه، لان انت دلوقتي 3 سنين او 5 سنين زي سنه مش هتفرق، ما هو فيها عمليه ان انا مش مسيري هاخد، يعني كده كده ان انا مش هستقر في المكان ده، وكده كده في ماده في القانون الجديد ان ممكن صاحب البيت بيكتب ان يجوز خروج المستاجر في اي وقت. يعني المشكله مش في المده، المشكله في اللائحه بتاعت المده، ان انت ممكن واحد يأجرك يكتب 5 سنين ويجي في ال5 سنين يجي يقول لك ايه، يمكن للمستاجر ان يقوم باخلاء مثلا ايه المؤجر في اي وقت. هي المشكله مش في المده، المده من 3 ل 5 سنين دي مش مده كفايه. يعني انا مثلا دلوقتي متجوز وقعد في المكان ده ووضبت المكان ده وعملت فيه اللي ما يعمل، واجي بعد 3 سنين بالسلامه. المفروض ان المده تبقى على الاقل 15 سنه، وان خلال ال 15 سنه دول ما يقدرش المالك ان يخرج المستاجر من المكان ايا كانت الظروف. بصراحه ثلاث ارباع اللي بيتجوزوا اليومين دول بياخدوا سنتين ثلاثه سنتين دول، وبص تلاقي الزوجين يجيبوا شقه ثانيه وشقه ثالثه وشقه رابعه. فانا هو لو كان تبقى مده 10 سنين على الاقل، 10 سنين حتى الراجل استقر ما يجيبش العزاله كل سنه ولا كل سنتين ولا كل سنه. دي المدة الصحيحة اللي المفروض تعمل، زود 10% مفيش مشكلة، بس ما تقلقوش من الشقة تاني خالص.